اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، وانا التقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. يوم الاربعاء 25 من اب 2021 قدمت ممثله الامين العام للامم المتحده في العراق جينيل بلاسكارت، مسؤوله يونامي في العراق، احاطتها الى مجلس الامن. احاطتها طبعا هذه تقدمها دوريا كل شهر إلى مجلس الأمن على الأوضاع في العراق. وقالت في هذه الإحاطة، في آخر إحاطة هذه اللي قدمتها يوم 25 آب 2021، قالت إنها يعني تركز فيها على الانتخابات القادمة، ما يسمونه الانتخابات المبكرة. تحدثت كثيرا، الإحاطة طويلة، وقدمتها لمجلس الأمن لكي يكون عند مجلس الأمن والأمين العام تصور كامل عن الوضع في العراق. هناك ربما يعني ثلاث نقاط أساسية ستحدث عنها في كل إحاطتها. طبعا إحاطتها كلها نستطيع القول من البداية أنها مجرد دعاية انتخابية، هذا واقع الحال. هي مجرد بوق تدعو إلى المشاركة في الانتخابات، مجرد دعاية انتخابية مدفوعة الثمن دولية الإطار كدعوة للانتخابات. جزء هذه من كل هذه الاستعراضات التي جرت لدعم هذه العملية السياسية ولدعم هذه الانتخابات التي تكون عليها مبكرة، وأنها ستغير الكثير وستفعل الكثير وكذا وكذا. عموما يعني بدون ربما البعض يقول هذه اتهامات جزافا تلقى جزافا، يعني ذلك سأتحدث عن ثلاث نقاط أساسية في حديث بلاسكارت. النقطة الأولى، تحدثت عن العراقيين، وأقول من البداية لو كان في العراق نظام وطني، لو كان هناك رجال يحكمون العراق فعلا يشعرون بعراقيتهم ولهم يعني نخوة عراقية ويعني حماس للعراق ونخوة للعراق وللعراقيين ولهم اعتزاز بأرضهم ووطنهم وشعبهم، لما قبلوا حديث بلاسكارت ولا كتبوا للأمين العام، ليس معاتبين لكن مطالبين بتغييرها فورا لأنها تسيء للعراق والعراقيين. كيف؟ سأقول لكم. بلاسكارت تتحدث عن العراقيين، تقول إنهم يعني عن العراق والعراقيين إنهم مجموعة من الشعوب، هكذا بالنص، مجموعة من الشعوب لديهم لغات ولديهم أديان مختلفة، لديهم لغات مختلفة ولديهم أديان مختلفة، لديهم عادات مختلفة. كأنها تقول، هذا واضح، أنه هذا ما يسمى بالعراق من وجهة نظرها مجرد إطار، مجرد بيئة يسكنون بها هؤلاء الشتات. يعني الشعب العراقي مجرد شتات، هكذا تنظر للعراق. السؤال هنا الذي يطرح نفسه، يعني هذا العراق اللي عمق بالتاريخ آلاف السنين، أكثر من 12 ألف سنة في عمق التاريخ والحضارة، واللي علم الناس الكتابة وعلمهم كيف يبنون المدن والعجلة والقوانين وكل هذه الحضارة التي جرت على الأرض، والعراق كان منبعها بغض النظر عن هذه المسألة. هذا العراق تسميه يعني تتحدث عن 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 أهله، عن شعب العراق بلغة شعوب عديدة لها لغات متنوعة ولديها ديانات متنوعة، عادات مختلفة، كلها مختلفة، هم مجرد شتات. لكن هل تستطيع هذه السيدة بلاسكارت أن تقول عن الشعب الأمريكي أنهم الشعوب الأمريكية؟ هل تستطيع أن تقول عن شعب الولايات المتحدة الأمريكية أنهم شعوب أمريكية؟ مع العلم أنها تعرف أن في أمريكا يعني عشرات من الشعوب، ربما مئات من الشعوب المختلفة، من الجنسيات المختلفة، من الألوان المختلفة، من الأديان المختلفة، من اللغات المختلفة. هناك الإسباني وهناك الألماني وهناك الإنجليزي وهناك العربي وهناك كل شيء، والهندي، وكل شيء موجود فيها، وديانات عدد ما شئت. هل تستطيع أن تقول ذلك؟ هل تستطيع أن تقول عن نيوزيلندا الشعوب النيوزيلندية؟ هل تستطيع أن تقول عن كندا الشعوب الكندية؟ مجاميع من ناس مهاجرين جاءوا، الكل من ديانات وكل من أصل معين ولغات وعادات وتصرفات ووجهات نظر وثقافات مختلفة، لكن يسموهم الشعب الكندي، الشعب الأمريكي، الشعب النيوزيلندي. لماذا عن العراق تسميهم الشعوب، مجموعة شعوب؟
لذلك قلت لو كان في العراق نظام وطني ولكان هناك رجال دولة لما قبلوا هذا، ولا قامت الدنيا ولم تقعد لحين مغادرة بسخارة الأرض العراقية، لأنها تسيء للعراقيين والعراق تاريخا ماضيا وحاضرا. هذه واحدة. الثانية تقول أن يعني الانتخابات هي تسأل نفسها وتجاوب، تقول أن الانتخابات، تسألوني أن الانتخابات ستختلف عن الانتخابات السابقة، نعم ستختلف، هي تقول هكذا. كيف؟ تقول لأنه هذه الانتخابات ستغير غير شكل، لأنه الأحزاب والقوى والأشخاص الذين يشاركون فيها هم عليهم مسؤولية أنه يجعلونها نزيهة وشفافة وعادلة، ما هي تعرف والكل يعرف منذ عام 2003 لحد الآن، هي نفس القوى ونفس الأحزاب ونفس الشخوص الذين يشاركون، الذين شاركوا بكل الانتخابات من عام 2005 إلى عام 2018، انتخابات 2005 و2010 و2014 و2018 كلهم نفس الشخوص ونفس الأحزاب، وبالتالي هم الذين سيشاركون في انتخابات يسمونها انتخابات التكميلية، بالتالي الكل يعرف أنهم زوروا كلهم طائف، كلهم يعتمدون على الطائفية، كلهم يعتمدون على السلاح ويعتمدون على ميليشيات ويعتمدون على التزوير وزوروا، وكل الانتخابات الماضية كان هناك بها شراء للأصوات، وكانوا أكثر الناس فسادا، وهم الذين حولوا العراق إلى واحد من أكثر بلدان الدنيا فسادا. فكيف يمكن أن نعول على هذه الأحزاب وهذه القوى أن تغير الانتخابات بهذا الشكل؟ إذن التعويل خطأ والبناء أساسا خطأ. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي أيضا مهمة، تقول يعني وأيضا تسأل نفسها وتجاوب، هل تسألوني أنها انتخابات عراقية، الانتخابات التي ستجري في الشهر العاشر القادم المبكرة ما يسمونها بالمبكرة، تقول هل تسألوني أنها عراقية؟ أقول لكم أن الانتخابات ستكون عراقية. إذن هي تعترف أن الانتخابات التي جرت في عام 2005 و2010 و2014 و2018 لم تكن عراقية، هكذا مثل ما يقول الشعب أنه إرادات خارجية كانت تحكمها. طيب لماذا عراقية الآن؟ يعني ما الذي اختلف؟ إذا كانت كل القوى وكل الأحزاب وكل الشخص هي نفسها التي شاركت في كل الانتخابات تشارك في هذه الانتخابات، وهي نفسها محكومة لأطراف إقليمية ودولية ولديها مصالح تريد أن تحققها عبر هذه الأحزاب وهذه الشخص وهذه الميليشيات، فكيف تكون عراقية؟ أما إذا تقصد السيدة بلسخارت أنهم يحملون الهوية العراقية أو هوية الأحوال المدنية والجنسية العراقية والباسبورت العراقي، فهذه كارثة الكوارث، لأن كل الذين حكموا العراق منذ عام 2003 لحد الآن كانوا يحملون الجنسية العراقية إضافة إلى جنسيات أخرى ويحملون الهوية العراقية، لكن هل كانوا عراقيين في التصرف؟ أشاع الفساد وأشاع الطائفية والخراب والقتل والنهب والدمار، وجعلوا العراق من أكثر البلدان فسادا وأكثر البلدان خرابا وأكثر البلدان طاردة لشعبها وأكثر البلدان مهاجرين وأكثر البلدان طائفية وأكثر البلدان فقرا ونفاقا وأذى وسوءا وضياعا للخدمات وضياعا لكل شيء، وبلد غير مستقل وغير كامل السيادة. هل كانوا عراقيين؟ إذن كيف تكون هذه الانتخابات عراقية وكيف تجمع على أنها عراقية؟ وبالتالي كل حديث بلاسخارت، هذه النقاط الأساسية الثلاثة التي تعتمد عليها للترويج للانتخابات باطلة بكل معنى الكلمة، وبالتالي هي ليست إلا بوق لهذه الحكومة ولهذه العملية السياسية ولمن يرعى هذه العملية السياسية. وإذا كان في العراق رجال حكم فعلا وطني لكانوا قد طردوا بلاسخارت وقالوا لا نريدها على أرض العراق لأنها تسيء للعراقيين وتسيء لتاريخهم لماضيهم ولحاضرهم. هذه حقيقة الموضوع وهذه حقيقة الإحاطة التي قدمتها بلسخارت للأمم المتحدة مع كثير من التزويق وكثير من الكلام الذي لا معنى له. أشكركم، أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم.